السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة، غادي نتقاسم معكم طريقة ديالي في تحضير غريبة ديال الكوك والسميدة. هاد الحلوة هذه اللي ما كتخطى حتى شي دار، من بين يعني أسهل وألذ الحلويات المغربية اللي ممكن تجربوهم وما تندموش عليهم. اليوم ان شاء الله كما سبق لي وقلت لكم غادي نشاركها معكم بطريقتي، مع ادق وابسط يعني التفاصيل باش تنجح معكم. خليكم مع المكونات وطريقة التحضير والمزيد من التفاصيل. غادي نحتاج المكونات ديال هاد الحلوة هادي: 250 غرام ديال الكوك، اي رابعة ديال الكوك. يستحسن انه يكون من النوعية الجيدة، داك الكوك اللي كيكون رقيق وميدم، يعني ملي كتحكوه بين يديكم كيطلق لكم ليدام. وغادي نحتاج كذلك الرابعة ديال السميدة. عندي هنا كيس من السكر فانيلا وكيس من خميرة الحلويات. عندي اربع بيضات، كوب ديال السكر وكوب ديال الزيت، ملعقة كبيرة ديال مربى المشمش، واحد الرشة ديال الملح، ومبشور ليمونة واحدة. دابا غادي ندوز معكم الطريقة ديال التحضير. في واحد الإناء وضعت ربعة ديال الحبات ديال البيض، غادي نضيف عليهم كاس ديال السكر سنيدة، يعني السكر حبيبات. غادي نزيد عليهم كذلك الكيس ديال السكر فانيلا، وغادي نضيف حتى الملح اللي عندي والمبشور ديال الحامضة. غادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان حتى كيدوب ليا داك السكر، وداك الخليط يعني كيتضاعف الحجم ديالو نوعا ما، وكيتغير حتى اللون ديالو كيولي فاتح. ومن بعد ما خلطت هاد المكونات مزيان، ها هو دا الخليط كما كتشوفوا تغير اللون ديالو، وداك السكر يعني داب لي مع البيض. دابا غادي نضيف الكاس ديال الزيت، وغادي نستمر في التحريك حتى ندمجوه مع المكونات الاخرين مزيان. تقدروا يعني تستعملوا في هاد المرحله هادي الباتور، انا خدمت غير بالضراب اليدوي يعني كان كافي. ومن بعد غادي نضيف ملعقه كبيره ديال المربى ديال المشمش، داك المربى اللي كيكون يعني خاص بالحلويات، اللي كيكون سائل كيعطينا واحد التعليكه للغريبه ديالنا. ودابا غادي نزيد على الخليط ديالي 250 غرام ديال جوز الهند، كميه كامله غادي نضيفها، وغادي نخلط العناصر بيدي مزيان. بالنسبه للجوز الهند كما قلت لكم في اول الفيديو كنركز على هذه الملاحظه هذه، ضروري خصو يكون من النوعيه المزيانه باش كتعرفوه، يعني كتقلبوه كتحكوه بين يديكم الى طلق لكم ليدام، فهو يعني من النوع الممتاز. هذا النوع هذا هو اللي كيصلح لنا في الغريبه باش هكا ما كيشربناش السوائل بزاف. ومن بعد راني كما شفتوا راني زدت كيس ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام. وبالنسبه للسميده كنضيفها بالتدريج شويه بشويه، وانا كنعجن الخليط ديالي بيدي على هذا الشكل هذا. وكملاحظه السميده كتبقى لنا على حسب الخليط في هذه الغريبه هذه، المقدار اللي عطيتكم كيبقى تقريبي فقط، يعني نقدر نستعمل داك الكميه هي كامله وتجيني هي هذيك، نقدر نستعمل اقل او لا اكثر بقليل، يعني المقدار كما قلت لكم تقريبي غالبا يعني في اغلب الاحيان كيجي هو هذاك. هنايا كما كتشوفوا انا كنضيف السميده وكنقيس، يعني كل مره كنكور واحد الكره ديال العجين باش هكا كنشوف واش وصلت للقوام ديال العجين المطلوب. بالنسبه ليا انا في هذا العجين ما دخلتش الكميه ديال السميده اللي عندي كامله، تقريبا بقات لي واحد 3 ولا 4 ديال المعالق كبار اللي شاطولي من داك الكميه، اي من 250 غرام ديال السميده. هنايا كما كتلاحظوا صافي هذا هو القوام ديال العجين، خصها تجي مقاسحه ما مطلوقه بزاف، يعني كتجي على هذا الشكل هذا.
باش غادي تعرفوها، يعني باش غادي تعرفوا بان العجين ديالكم هي هذيك. يعني يستحسن، او لا نصيحة اللي غادي نعطيكم في هذا الفيديو هذا، هو انكم تجربوا واحد الحبة قبل ما تبداو في الحلوة ديالكم كاملة. هاد الخطوة هذه مهمة جدا، بالخصوص بالنسبة يعني للمبتدئات، او اللي غادي يجربوا هاد الحلوة اول مرة، او حتى اللي كيجربوها وما كتتقنهمش. يعني هاد الخطوة هذه كما قلت لكم غادي تعطيكم الامل انكم تنقضوا الحلوة ديالكم. انا غادي نجرب واحد الحبة ندخلها الطيب، ومن بعد نشوفوا النتيجة ديالها. وهذه هي الغريبة، من بعد ما طابت كانت هذه هي الشكل ديالها النهائي، النتيجة اللي هي زوينة. دابا نقدر نكمل على العجين ديالي، يعني هو هذاك ما خاصو حتى شي حاجة. انا في واحد الزلافة عندي فيها القليل من ماء الزهر اللي كندهن به يدي، وعندي كذلك ميزان اللي غادي نوزن فيه هاد الحبات ديال الغريبة باش كيجيوني كاملين قياس واحد. وغادي ندير فيهم 25 غرام الحبة الواحدة. وعندي كذلك واحد الإناء درت فيه سكر غلاسي سبيسيال، يعني خاص بالحلويات، اللي غادي نفند فيه هاد الغريبة هادي. ودابا غادي نرجع معاكم في حالة داك الحبة ديال الغريبة اللي جربتو في الأول ما صدقاتش معاكم، باش غادي تعرفوها يعني ماشي هي هذيك. الا كانوا الشقوق ديالها كبار والحبه ديال الحلوه قاصحه، هذا كيدل على ان العجينه يعني قاصحه خصها السوائل. والا كانت يعني الحبه ديال الغريبه ساحت في الفران، يعني تبسطت والشقوق ديالها اليوم صغارين، فهذا كيعني على ان العجين ديالكم باقي خصو النواشف، يعني خصنا نضيفوا له السميده. وفي كلتا الحالتين سواء كنتو غادي تضيفوا السميده او البيض، ضروري خصكم تضيفوهم بالتدريج شويه بشويه. السميده بطبيعه الحال راه باينه، غادي نضيفوا شويه بشويه، ولكن بالنسبه للبيض ما غاديش نديروا اصفر البيض او لا ابيض البيض، وانما غادي ناخذوا بيضه كامله وغادي نطربوها في واحد الزلافه، وغادي نبداو عاد نضيفوا على الخليط ديالنا شويه بشويه حتى كنوصلوا للقوام ديال العجين المطلوب. ودابا من بعد ما كملت الكميه ديال العجين اللي عندي كامله، درتها في اللاطه اللي غتدخل الفران. بالنسبه لواحد الملاحظه، اللاطه خصها ضروري تكون مفرشه بالورق ديال الزبده، باش هكا الغريبه ديالكم ما كتلصق لكمش، وحتى داك السكر اللي كيتزلع في الجوانب ما كيتحرقش، ويعطيكم نكهه اللي ماشي زوينه للحلوه ديالكم. كندخلوها على الفران اللي كيكون سخون مزيان، وكنشعلوا عليها النار من الفوق حتى كتشقق لينا، ومن بعد عاد كنشعلوا عليها النار من التحت باش كطيب. والغريبة كتاخد دائما يعني اولا في اغلب الاحيان ما بين 10 حتى 13 دقيقة المدة ديال الطياب ديالها في الفران. ومني كيكون الفران سخون مزيان كتدخلوها يعني الفران دغيا دغيا، كتساعدكم يعني داك الحرارة ديال الفران باش انها تشقق وكيطلع الشكل ديالها زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه من بعد ما طابت، محبوبه الجماهير غريبه ديال الكوكو السميده بالطريقه ديالي المتواضعه. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، وايضا كنتمنى نكون تطرقت معكم الادق التفاصيل، بالخصوص بالنسبه يعني للمبتدئات، باش هكا تبقى تنجح معكم هذه الحلوه لانها كتستحق. وكما قلت لكم محبوبه الجماهير، كل شيء كيبغيها نظرا للبساطه ديال المكونات ديالها، وحتى اللذه ديالها، يعني اهم حاجه كتجي لذيذه بزاف، وكتجي كذلك هماويه في الحطه فوق الطبله، يعني كتجي رائعه قلبا وقالبا. وكذلك ما يعني كنتسنى الاراء ديالكم في التعليق، الا كاينه شي حيله واحده اخرى كديروها باش تنجح معكم الغريبه، شاركوا معنا الاسرار ديالكم باش هكا نستافدوا جميع. والى هنا كنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وتكونوا خرجتوا بشي استفاده من هذا الفيديو او بشي فكره ولو تكون بسيطه. دائما احبابي ما تنسونيش من الدعم ديالكم، لايك للفيديو، واهم حاجه انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم فضلا منكم وليس امرا. وشكرا لكم على حسن المتابعه، والى الفيديو القادم ان شاء الله، مع السلامه.